النهارده في خبر بالاحوال المدنيه عملت تطوير ل 57 موقع مختلف على مستوى الجمهوريه عشان يقدموا الخدمات الجمهوريه للمواطنين واستخراج الحاجات اللي تبع الخدمه المدنيه، البطاقه الشخصيه وشهادات الميلاد وحاجات كتيره بتخرج من هذا الموضوع. والحقيقه يعني النقطه المساله دي مساله الناس بتعاني كان منها، فالتطوير ده اكيد هيفيد الناس اكيد. و الاول نشوف الفيديو ده بيقول ايه، هو صوته صوره مش كده، نشوف الفيديو ده بيقول ايه ونفهم منه، وهنحاول نتصل باللواء ايهاب عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع الاحوال المدنيه، لان ده موضوع بيهم كل المصريين، ولغايه لفتره مش بعيده بيبقى مساله فعلا اللي بتضيع بطاقته ده مسانته مش فايته، وعشان تطلع يعني، فعايزين نشوف التيسيرات اللي حصلت ايه والاهم ايه، يعني اكيد في تيسيرات نشوفها في الفيديو، وبعدين نكلم المسؤول اللي هو السيد اللواء ايهاب عبد الرحمن. سجلات مهمة جدا بتخدم كثافة سكانية عالية جدا، كانت مغلقة على مدار 5 أعوام السابقين، اليوم بنفتتح تلك السجلات على مستوى عالي جدا من الفنية، تم تطويرها بشكل كامل، تم مدها بأجهزة وخطوط معلومات، الآن بتصدر تلك السجلات كافة الأوراق الثبوتية للمواطنين، ويمثل إضافة كبيرة وجديدة في إطار خدمة المواطنين لقطاع الأحوال المدنية. يكون اليوم افتتاح عدد 6 سجلات مدنية، من حوالي شهر ونص كنا قمنا بافتتاح عدد 13 مدني، بنسعى حاليا إلى توسيع عدد المنافذ بكافة محافظات الجمهورية وبنستبق فيها الزمن الحقيقة. طيب فكرة النهاردة، احنا في وقت من الاوقات من سنين بعيدة شوية كنت عشان تطلع اي حاجة لازم تيجي، مهما كنت في اي حتة لازم تيجي هنا القاهرة عشان تطلع، ولو بالذات لو في مشكلة صغيرة. النهاردة كون ان واحد يعني يتعمل النهاردة 51 سجل مدني فتحوا في المحافظات والكلام ده، ده حاجة جديدة يعني، حاجة مهمة وخدمة للمواطنين وخدمة مهمة جدا، انك تكتشف انك انت عايز تطلع شهاده ميلاد ومحتاج تطلعها على طول ومحتاج مش عارف ايه، حدوته مهمه جدا. لما يعني هنعرف اكتر مزيد اكتر من المعلومات ونفهم اكتر من السيد اللواء ايهاب عبد الرحمن مساعد سيد وزير الداخليه لقطاع الاحوال المدنيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. سيادة اللواء ايهاب، النهارده في السجل المدني والافتتاح تمثل ايه بالناس؟ يعني انا عايز حضرتك للساده المشاهدين واهالينا اللي في كل حته، معنى ان يتفتح مكتب جديد ليه هناك يقدر يعمل ايه ويقدم ايه، ولو في اشكاليه يقدر يوصل يعني توصل الامور لسيادتك او لفوق ازاي؟ الحقيقه انا باكد ان قطاع مصلحه الاحوال المدنيه بيعتبر من أكبر قطاعات وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة التي بتقدم خدمات جماهيرية للمواطنين، ومرتبطة بالحقيقة بحالة الحالة المدنية لكافة المواطنين، وتمتلك القاعدة القومية الوحيدة لكافة مواطني جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منظومة طبعا الرقم القومي، واللي هي بتمثل دليل وفهرس المواطنة المصرية، يقيد فيها بيانات كافة المصريين
وبالتالي بتظهر اهميه طبعا القطاع من خلال كثافه التردد الجماهيري على كافه مقرات الاحوال المدنيه. خلال الفتره الاخيره حصل نوع من التكدس طبعا الشديد على كافه المقرات، وكان دي ليها ظروفها طبعا خلال شهرين يوليو واغسطس الماضيين. الامر طبعا اللي بيعكس اهميه ودور القطاع، كانت التعليمات من خلال معالي السيد وزير الداخليه بسرعه تدارك كافه التحديات والمعوقات اللي بتعوق تقديم الخدمات الجماهيريه للمواطنين. بالفعل تم وضع خطه تطوير شامله وسريعه جدا بنستبق فيها الزمن. جميع العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بيسابقوا الزمن في تطوير ورفع كفاءة الخدمة بالنسبة للجماهير. خلال الشهرين الماضيين تم بالفعل افتتاح 13 سجل مدني جديد، تم رفع كفاءة 34 سجل فرعي، بمعنى ان السجلات الفرعية دي كانت فقط بتؤدي خدمة تصوير المواطنين واستخراج البطاقات الرقم القومي من خلال ارسال اوراقهم الى مراكز الاصدار، وكانوا 10 مراكز فقط على مستوى 27 محافظة. تم افتتاح مركز اصدار جديد رقم 11 بمدينة بنها، وده بيخدم محافظة القليوبية، بعد ما كانت طبعا مركز الاصدار الوحيد اللي بيخدم محافظة القليوبية والقاهرة والجيزة مركز إصدار واحد. تم رفع كفاءة ومستوى أداء 34 سجل مدني فرعي إلى مستوى سجل مدني رئيسي، بيقدم كافة الخدمات للجماهير من خلال استخراج جميع أنواع المصدرات الثبوتية. الكلام ده كان من حوالي شهر تقريبا. النهاردة احنا قمنا بافتتاح عدد جديد من السجلات المدنية، 6 سجلات، على رأسهم سجلين مدنيين بمدينة القاهرة، البساتين ودار السلام، ودي طبعا سجلات كبيرة جدا بتخدم قطاع عريض من المواطنين بمدينة القاهرة. والسجلين دول كانوا مقفولين خلال 5 سنوات الأخيرة نتيجة تعرضهم ل تدمير وإحراق يعني خلال أحداث يناير. أيضا تم تطوير العديد من السجلات الفرعية، حتى بلغ الآن عدد السجلات التي تم رفع كفاءتها إلى 51 سجل مدني فرعي، أصبحوا سجلات مدنية نموذجية كاملة، بما يعني افتتاح 51 سجل مدني آخر. سيادة اللواء إيهاب، كل ده طبعا لخدمة أهالينا من السادة المواطنين. سيادة اللواء إيهاب، يعني أنا من كلام سيادتك النهاردة عندي 51 سجل مدني بيقدم كل الإصدارات، مش كده يا فندم ولا أنا مش واخد بالي؟ تمام. طيب. كانوا دورهم بس مجرد تصوير، وبقية الإجراءات كانت بتتم من خلال مراكز الإصدار اللي موجودة في محافظات أخرى. طيب أنا دلوقتي، هل أنا النهاردة معلش يا فندم، الخدمات بقى اللي انا عايزها، افرض ان انا من محافظه مطروح وعلى لسبب او اخر موجود هنا ومش قادر ارجع هناك وعايز اعمل حاجه عمل معين، هل ممكن انا من 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 مكان من محافظه لمحافظه اطلع اي اصدار من الاصدارات بتاعه المكاتب دي، ولا لازم ارجع للمحافظه بتاعتي والمكتب اللي انا تابع ليه؟ هو يعني بالفعل احنا تم توسيع نطاق تقديم الخدمه، بيمكن للمواطن انه يستخرج الوثائق اللي بيرغب في استخراجها من اوراق ثبوتيه من اي سجل مدني خلاف اللي هو طبعا مقيم في دايرته داخل نفس المحافظه. في حالات الضروره طبعا لما بيكون مثلا متواجد في مدينه القاهره بيلجا للمركز الرئيسي او بيتقدم للمصلحه ذاتها في العباسيه وبيقوم بتقديم الطلب وتستخرج له كافة الأوراق الثبوتية التي يرغب في استخراجها. المنظومة الآن طبعا منظومة مميكنة، والقطاع لديه القدرة باستخراج كافة الأوراق في أي موقع على مستوى الجمهورية. طيب أنا المواطن العادي اللي رايح وصل عنده 18 سنة وعايز يعمل بطاقة، مطلوب منه إيه؟ طبعا بيتقدم باستمارة طلب استخراج بطاقة الرقم القومي، بتبقى مستوفية كافة بياناتها،
برضو انا عايز اكد واقول برضو ان على المواطنين جميعا يعني تفاهم مدى اهميه الاوراق الثبوتيه وضروره دقه التدقيق في بيانات استخراج تلك البطاقات. بطاقات الرقم القومي بتمثل اهميه خاصه وبيحميها طبعا قانون الاحوال المدنيه، والاوراق الثبوتيه بترتب اوضاع قانونيه طبعا لكل المواطنين، وبالتالي وبترتب حقوقه طبعا وواجباته تجاه الاخرين، فبالتالي بيلزم التدقيق في تلك البيانات، والتساهل الحقيقه فيها ممكن يؤدي طبعا لمشاكل كبيره جدا. تمام. فبنتمنى طبعا ان كافه المواطنين يتفهموا ضروره التدقيق في تلك البيانات، وهي طبعا بتبقى طلبات يعني مش كتيره ومحدده ووفق طبعا القانون، وكلها اوراق ثبوتيه طبيعيه جدا يعني بالنسبه للطلبه، بيبقى مطلوب طبعا اعتماد الدراسه بتاعته، بالنسبه للوظائف الاخرى بيبقى مطلوب طبعا تقديم بعض الاوراق الثبوتيه سواء من نقابه او من جهه حكوميه حسب طبعا وظيفه المتقدم بالطلب. طيب يعني مثلا مركز طنان ده الفرع اللي في مركز شرطه اليوب، يعني طنان دي حاله صغيره قوي اتعمل فيها مركز المزارع، حاله كويسه وجميله، لو انا كمواطن ومش من القليوبيه اقدر من طنان اطلع وبطاقتي ضاعت اقدر اطلع بطاقه تانية من هناك ولا اعمل ايه مثلا؟ يعني انا بضرب تمام من خلال سجل مدني طنان، وده كان سجل فرعي تم مده بخط معلومات وبكافة الأجهزة الفنية الحديثة، وبيتم الآن من خلال سجل طنان استخراج أي أوراق ثبوتية يطلبها المواطن سواء شهادات ميلاد أو وفاة أو وثائق زواج أو طلاق، جميع الوثائق حتى لو أنا مش من دائرة اسم أليوب ديت، يعني حتى لو أنا مش من دائرة من الدائرة، إنما أنا رحت لظروف طارئة رحت هناك بدل ما هو مرتبط على الشبكه كبيره، فدي خدمه كبيره جدا اتعملت كده، يعني بس انا عايز اكد عليها عشان يبقى الساده المشاهدين عارفين ان دي خدمه مهمه جدا وكبيره جدا، ان انا في اي مكان في المركز المزاري اللي هو بيطلع الحاجات البطاقات والكلام ده كله يبقى بنقدر من اي حته اطلعها، مش كده يا فندم برضو ولا انا؟ بالفعل من اي موقع يعني المحافظه ده شيء المواطن التقدم لاي سجل مدني يطلع كافه الاوراق الثبوتيه المطلوبه. الان احنا فعلا برضو طورنا اسلوب الاداء واصبحنا بنرسل ماموريات من الاحوال المدنيه متنقله الى اماكن التجمعات الجماهيريه داخل الجامعات وداخل دواوين المحافظات وبعض النوادي الكبيره والنقابات لتقديم الخدمة لأهالينا من المواطنين، وده برضو بيعتبر تكثيف لأداء الخدمة، والحقيقة جايب نتائج هائلة جدا وبيسهل حصول المواطنين على مصدراتهم، وبيمثل إضافة وآليات جديدة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية. تم التجهيز أيضا للعديد من المأموريات لإفادها إلى خارج الجمهورية لخدمة أهالينا من المصريين المغتربين بالخارج. خلال شهر يناير ان شاء الله في ماموريه الى دوله لبنان وماموريه اخرى الى دوله الكويت لتقديم كافه خدمات قطاع الاحوال المدنيه للمصريين هناك، ويتم الاعداد لماموريتين كمان برضو خارج الجمهوريه ان شاء الله سيعلن عنهم قريبا جدا. سياده اللواء ايهاب عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع الاحوال المدنيه، عايز اقول لسيادتك الحقيقه اللي انا سمعته ده هيسر على الناس، سيسير هائل، لان الخدمات بتاع السجل المدني بتهم كل مواطن بحق وحقيقي، وكون النهارده ان انا النهارده في اي مكان من اي حته طالما ده انا عندي 51 مركز دلوقتي في مصر كلها، فالمساله سهلت عليهم. شكرا يا فندم. طبعا لو حد ما مش واخد باله من الحكايه وفاهم يقول لك ده تيسير ايه وبتاع، لا ده الموضوع ده مهم، الموضوع ده مهم يعني انك انت النهارده تبقى انت مزنوق عشان ورقه معينه رسميه لسبب معين عايزه الحاجه ومش قادر تروح انت المكان اللي انت فيه، يعني لو انت في اسوان تقدر خلاص تحل المشكله من القاهره من هنا او من بقول لك مركز صنان، صنان دي حاجه تبع مركز اليوم، يعني قريه من القرى، حاجه يعني ده شيء رائع جدا ان توصل لخدمات كده لغايه التجمعات السكانيه الاقل اللي ما كانش لها حظ في اي حاجه الحقيقه.